تشتيت اللي في اتجاه المهاجمين محل الغنودي الى كوفيتي نبي استلام ممتاز التمرير الغنودي لا وجود للتسلل فرصة هدف ثاني فرصة هدف ثاني فرصة هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني لمصلحة الاهلي طرابلس هدف ثاني لمصلحة الاهلي طرابلس هذه المرة عن طريق الغنودي الغنودي اذا يضعف النتيجة في 25 دقيقة لعب هدفين مقابل صفر تابعوا في الزاوية الزاوية الصعبة رغم تغطية بالنسبة للمدافع ولكن بالتأكيد لاحظوا كرة اللاعب محمد الغنودي تعانق الشباك هذا هو اللاعب محمد الغنودي